جهز عينيك الثاقبتين وكن مستعدا لتحديد التفاصيل، فاختبار الشعارات هذا سيمتحن قدراتك على الملاحظة. يباع في موقع أمازون كل شيء من الألف إلى الياء، ولكن أي هذين الشعارين طبع على أحدث صناديق التوصيل التابعة لأمازون؟ صحيح، أبقت أمازون على الحرف زي باللون ذاته. أي هذين الشعارين هو الشعار الصحيح لدانكن دونات؟ طبعا الكوب البعيد عن الكلمات. نحن نستخدم جوجل يوميا، ولكن هل يمكنك التعرف على شعاره الحقيقي؟ إنه الشعار إلى اليسار، سابوي أم سابوي؟ سابوي هذا. عندما أتناول رقائق البطاطس لا أعير اهتماما كبيرا إلى الشعار الظاهر على الكيس. ماذا عنك؟ هذا هو شعار الليز الحقيقي. هذا محير جدا، هل يمكنك تحديد الاختلاف بين الشعارين؟ في الواقع شعار أدوبيز بهذا الشكل. هل أنت من عشاق الفضاء؟ هل يمكنك معرفة شعار ناسا الحقيقي؟ الشعار الأيسر هو الصحيح. تصنع هذه العلامة التجارية حلويات باردة وكريمية. أين شعارها الصحيح؟ القلب الذي بهذا الاتجاه. هل لديك الطاقة الكافية لتحديد الشعار الصحيح؟ بالتأكيد هذا هو الشعار الصحيح لمونستر. ركز جيدا، هل يمكنك تمييز الشعار الحقيقي من الشعار المزيف لبيتزا هات؟ هذا هو الجواب الصحيح. هل يبدأ شعار إي باي باللون الأحمر أم الأزرق؟ إن تمكنت من معرفة الشعار الصحيح فلا بد أنك تحصل على أفضل العروض على الإنترنت. كم نجما يوجد في الشعار الصحيح؟ نجمة واحدة فقط لا غير. ما الشعار الصحيح للعلامة التجارية نيستلي؟ أم الفراخ في الجهة اليمنى. هل لديك أي فكرة عن شعار إنتل؟ أصبت، إنه الشعار إلى اليسار. يبدو شعار LG كالوجه، لكن كم عينا في هذا الوجه؟ عين واحدة. تعرف هذا الشعار طبعا، فيه تشاهد فيديوهاتك المفضلة. الجانب المشرق. أجل، كنت أعلم أنك ستعرفه. ما الشعار الصحيح لفيراري؟ هذا الذي على الجهة اليمنى. والآن ما الشعار الصحيح لدرايف؟ الشعار إلى اليسار بالطبع.
هل أنت من عشاق القهوة أم الشاي؟ إن كنت من عشاق القهوة فهذا سؤال أعد لك خصيصا. إنه شعار إلى اليسار. ما الموقع الصحيح للحرف S في شعار إيمان ديمز؟ أجل، شكل الشعار إلى اليمين أفضل، أليس كذلك؟ حرف E في شعار ديل مائل، لكن في أي اتجاه؟ إنه مائل نحو صديقه الحميم الحرف دي. هل تتناول دوريتوس كثيرا؟ إن تمكنت من معرفة الشعار الصحيح فهذا يعني أنه من مقرمشاتك المفضلة. هل سبرايت بنكهة الليمون الأخضر أم الليمون الأصفر؟ ما رأيك؟ الليمون الأصفر، وبالتالي الشعار الصحيح هو الموجود على اليسار. هل يمكنك تحديد الطريقة التي يميل بها شعار فرايتس؟ ها هو، إنه الشعار إلى اليمين. ما شكل الشارب الصحيح في شعار برينجلز؟ ها هو، هل يمكنك معرفة الشعار الصحيح لتشيتوس؟ تماما، لو أشرقت الشمس من الشرق وغربت من الغرب وكانت الرياح تهب من الشمال الغربي، فأي من هذين الشعارين هو الشعار الحقيقي لسانشيب؟ هذا بطبيعة الحال. هل أنت مستعد للجولة الثانية؟ هل يمكنك معرفة هذه العلامات التجارية من هذه التصاميم المبسطة؟ الشعار الأول، ماذا يمكنك أن تصنع من هذه الأشكال؟ إنه شعار ستار وورز. هذه الدوائر ليست مجرد دوائر عادية، إنها تبدو مثل باندا لطيفة. وهي شعار World Wildlife Foundation. دوائر برتقالية وأخرى وردية، ما الذي قد تعنيه؟ إنه شعار دانكن دوناتس. أشتهي تناول الدونات الآن. في الواقع تبدو هذه مجرد دوائر بسيطة بالنسبة لي، هل يمكنك معرفة ما تعنيه حقا؟ أوه، إنه شعار كيلوغ. أعرف هذه الألوان. إنه شعار فيديكس بلا شك. هل هناك شيء آخر باللونين البرتقالي والأزرق؟ تمثل هذه الألوان رمزا شهيرا، هل يمكنك معرفته؟ يشير الأحمر والأزرق والأخضر والأصفر إلى شعار مايكروسوفت. قضينا هذا القرص قليلا. أوه، إنها تفاحة وليست قرصاً. هذا أقرب للمنطق. دائرة كبيرة ودوائر صغيرة، تبدو مألوفة جداً. هذا شعار جوجل لكنه مبسط جداً. تبدو هذه كغيمة، أليس كذلك؟
الإجابة هي شعار سكايب. هذا الشعار باللونين الأبيض والأسود، لكن من الصعب تحديده. هل قلت شعار أديداس؟ لقد أصبت. يبدو هذا مألوفا جدا جدا. شعار يوتيوب. هل هذه النقاط شفرة مورس؟ كلا، إنه شعار فيسبوك. هذا يصلح أن يكون لوحة تجريدية. لكنه شعار متصفح فايرفوكس. ما الشعار الذي يبدو وكأن أقحوانة صفراء على جانبه؟ إنه شعار وولمارت. لم ألاحظ شكل الزهرة من قبل. هل هاتان يرقتان مغرمتان ببعضهما البعض؟ كلا، إنه شعار متجر باسكن روبنز للآيس كريم. ما العلامة التجارية التي تشير إليها هذه الرسمة المعقدة؟ أحسن، هارلي دافيدسون. إن كنت من محبي الجانب المشرق فحتما أنت تحب الحقائق العلمية، وبالتالي يمكنك التعرف على هذا الشعار. إنه شعار ناشيونال جيوغرافيك. ربما تعرف هذا الشعار منذ طفولتك. أجل، إنه شعار ليغو. كنت أحب ليغو عندما كنت طفلا، لكن عندما كبرت لم أعد أحبها وأصبحت أريد واحدة من هذه. فراري. كيرا فتاة شابة تعيش بمفردها، وانتقلت قبل عامين للعيش في ألاسكا في منزل من طابق واحد برفقة كلبها. شيد منزل الفتاة من الحجر الرملي، وهو منزل دافئ ومريح. هل يمكنك تخمين لون الدرج في المنزل؟ ليس هناك درج في المنزل المكون من طابق واحد. ذات يوم ذهبت كيرا إلى المدينة لشراء طعام للكلب ومقابلة أختها ميا. ثم ذهبت الأختان للتنزه وتوقفتا أمام هذين المنزلين. كان في كل منزل عائلة تربي حيوانين أليفين من الكلاب أو القطط. أخبرت ميا أختها بحقيقتين عن هذين المنزلين. تملك العائلة التي في المنزل الأيسر كلبا يحب الطعام الجاف، لكن يحب الحيوان الأليف الآخر الطعام المعلب. ولدى العائلة التي تسكن المنزل الأيمن كلب عمره 7 سنوات وحيوان أليف حديث الولادة. سألت ميا كيرا: هل تربي كلتا العائلتين قطة؟ أجابت كيرا: لست متأكدة، لكن إن تمكنت من تحديد المنزل الذي به القطة سأعطيك $100. هل يمكنك تخمين العائلة التي قد يكون لديها قطة؟ حسناً، لنحلل ما قالته ميا. هناك 3 سيناريوهات محتملة للمنزل الأيسر: قطة صغيرة وكلب كبير في السن، كلب صغير في السن وقطة كبيرة، أو كلبان فقط. لا يمكن وضع خيار وجود قطتين، حيث أفادت ميا بوجود كلب واحد على الأقل في ذاك المنزل. والآن هذه الخيارات 3 محتملة بنسب متساوية، ومن بينها خياران لوجود قطة. لذا ستكون فرصة وجود قطة في ذاك المنزل هي 2/3. أما فيما يتعلق بالمنزل الأيمن فهناك 2 سيناريوهان محتملان. بما أننا نعلم أن الحيوان الأكبر سنا هو كلب، إليكم الاحتمال الأول: الحيوان الأليف الأصغر هو قطة، والحيوان الأكبر سنا هو كلب. ويشير الاحتمال الثاني إلى وجود كلبين فقط، وبالتالي احتمال وجود قطة في هذا المنزل هي 1/2. إذن يجب أن تختار كيرا المنزل الأيسر، حيث فرصتها للفوز أعلى.
دعت ميا كيرا لزيارة مكان عملها حيث تعمل مديرة في أحد الفنادق الفاخرة. يتكون مبنى الفندق من 7 طوابق، يوجد في الطابق الأول 5 أشخاص، وفي كل طابق يليه يزيد عدد الأشخاص بمقدار 3 أكثر من الطابق السابق. هل يمكنك معرفة الطابق الذي يطلب إليه المصعد أكثر؟ إلى الطابق الأول، يجب على كل من لا يعمل في الطابق الأول طلب المصعد. ويل ملياردير شهير قرر البقاء في أفضل غرفة في الفندق. كان لدى الرجل 3 سبائك من الذهب تزن 4 و2 و1 باوند على التوالي. كان أجر الغرفة اليومي 1 باوند من الذهب، ولا يقبل موظفو الفندق أي دفعات مسبقة. يريد ويل البقاء في الفندق ل7 أيام، كيف يمكنه دفع تكاليف إقامته في الغرفة؟ إليك الطريقة. يجب أن يعطيهم ويل في اليوم الأول سبيكة بوزن 1 باوند، وفي اليوم التالي عليه أن يعطيهم القطعة التي بوزن 2 باوند، واستعادة السبيكة التي بوزن 1 باوند. في اليوم الثالث عليه أن يدفع السبيكة التي بوزن 1 باوند مرة أخرى. أما في اليوم الرابع فعليه أن يعطيهم السبيكة التي بوزن 4 باوند، واستعادة سبيكتي الذهب اللتان وزنهما 1 باوند و2 باوند. في اليوم الخامس يمكنه الدفع بسبيكة الباوند الواحد، وفي اليوم السادس يمكنه إعطاؤهم السبيكة التي وزنها 2 باوند واستعادة السبيكة التي بوزن 1 باوند. وأخيرا في اليوم السابع عليه أن يدفع مستخدما آخر سبيكة بقيت بحوزته ووزنها 1 باوند. عرض ويل على ميا عرضا مغريا وقال: إذا قمت بحل هذا اللغز فسأعطيك أكبر ماسة في مجموعتي. قام بترتيب عيدان الثقاب في مربع يحتوي على 4 مربعات صغيرة. هل يمكنك إزالة عودي ثقاب فقط للحصول على مربعين بدلا من 5 مربعات؟ تمكنت ميا من حل اللغز فورا، وماذا عنك؟ هذا هو الحل، عليك إزالة هذين العودين، وهكذا لم يبقى لديك سوى مربعين فقط. ثم عرض ويل على كيرا فرصة للفوز بثروة طائلة. كان لدى ويل 100 حجر كريم أحمر و100 حجر عادي بلون أبيض. أعطى الملياردير الفتاة حقيبتين مختلفتين كتب عليهما صورة وكتابة، ويمكنها وضع الحجارة في أي كيس تشاء. ثم طلب من كيرا قلب قطعة نقدية واختيار حجر من كيس الصور أو الكتابة. إن كان حجرا أحمر فستحصل على جميع الأحجار الكريمة، لكن إن اختارت حجرا أبيض فلن تحصل على أي شيء. كيف يمكن لكيرا توزيع الأحجار لزيادة فرصها في الفوز؟ إن وضعت حجرا واحدا من الأحجار الكريمة في كيس واحد ووضعت كل الأحجار الأخرى في الكيس الآخر فستكون فرصتها في الفوز 3/4. لنتمنى لها التوفيق. يوجد في صالة الفندق بشر ومستذئبون، لكن لا يمكن التمييز بينهم من خلال مظهرهم، فجميعهم إما صادقون أو كاذبون. اقترب هذان الرجلان الوسيمان من ميا وكيرا، وقال آدم: بيل مستذئب كاذب وأنا إنسان. وقال بيل: آدم يقول الحقيقة. هل يمكنك مساعدة كيرا وميا في تحديد هوية هذين الشخصين؟ نحن نعلم أنهما لا يقولان أنصاف الحقائق، لذا فإن ما قاله آدم يكون صحيحا فقط إذا كان كلا الجزئين صحيح. لنفترض أن بيل إنسان صادق، إذن يجب أن يكون آدم صادقا أيضا، لكن آدم وصف بيل بأنه كاذب وبالتالي هناك مشكلة. هذا يعني أن ما قاله بيل لا يمكن أن يكون صحيحا، إذن بيل كاذب، ويمكننا أن نستنتج من هذا أن آدم كاذب أيضا. لكن ماذا عن هويتهما؟ هل هما من البشر أم من المستذئبين؟ ما قاله آدم كاذب، أي أن بيل ليس مستذئبا، إذن بيل إنسان كاذب، وتعني عبارة آدم الثانية أنه مستذئب كاذب. دعا آدم وبيل كيرا وميا لتناول العشاء، وعندما سأل الفتاتين عن والديهما أجابت كيرا: لدينا نفس الأب والأم وولدنا في اليوم ذاته. سأل آدم: هل أنتما توأم؟ أجابت ميا: كلا لسنا كذلك، لكن كيف؟ كيرا وميا ليست توأما، إنهما اثنتان من بين 3 توائم، لديهما أخت ثالثة اسمها صوفي. ذهبت كيرا وميا إلى المسبح، وهناك شاهدتا 10 سباحين مسترخين على الكراسي قرب المسبح.
قرر اثنان من السباحين العشرة القفز في الماء. إذن كم سباح بقي قرب المسبح؟ عشرة. ربما قرر السباحان النزول إلى الماء، لكن هذا لا يعني أنهما فعلا ذلك. دخلت كيرا غرفة صغيرة لتبديل الملابس، وهناك كان أربع قطط جالسة في أربع زوايا، وتقابل كل قطة ثلاث قطط، وعند ذيل كل قطة كان هناك قطة أخرى. هل يمكنك معرفة عدد القطط الموجودة في الغرفة؟ أربع قطط. كانت الغرفة صغيرة جدا، حيث تجلس كل قطة قرب ذيل القطة التي في الزاوية المجاورة. عثرت ميا وكيرا في قبو الفندق على برميل بدون غطاء وبداخله بعض الحليب. قالت كيرا: مهلا، برميل الحليب هذا أكثر من نصف ممتلئ. وقالت ميا: كلا، ليس كذلك، إنه أقل من نصف ممتلئ. كيف يمكنهما بسهولة تحديد من منهما على حق دون استخدام أي أداة للقياس أو سكب الحليب من البرميل؟ يجب أن تقوم بإمالة حتى يلمس الحليب حافته. إذا كان الجزء السفلي من البرميل ظاهرا فهذا يعني أنه أقل من نصف ممتلئ، وإذا كان الجزء السفلي مغطى بالحليب كليا فسيكون أكثر من نصف ممتلئ. حضرت مجموعة كبيرة من الطلاب مؤتمرا علميا عقد في الفندق، ومنهم 280 طالبا يدرسون الكيمياء، و254 طالبا يدرسون الفيزياء، و280 طالبا يدرسون الأحياء. في الوقت ذاته يدرس 97 طالبا كلا من الكيمياء والفيزياء، ويدرس 138 طالبا كلا من الفيزياء والأحياء، ويدرس 152 طالبا الكيمياء والأحياء، وهناك 73 طالبا يدرسون المواد الثلاثة. هل يمكنك معرفة العدد الإجمالي للطلاب في المؤتمر؟ ألقي نظرة على هذا المخطط، يبدو واضحا الآن أن العدد الإجمالي للطلاب هو 500 طالب. أعطت ميا كيرا ثلاثة صناديق من الأحذية كتب عليها أحمر وأزرق وأحمر وأزرق، وقالت: لقد أخطأت في تصنيف الصناديق، يمكنك فقط فتح صندوق واحد من اختيارك ثم وضع ملصقات صحيحة بأسماء الصناديق، إذا قمت بذلك فسأعطيك كل هذه الأحذية. هل يمكنك مساعدة كيرا في وضع الملصقات على الصناديق؟ يجب على كيرا اختيار الصندوق المسمى بأحمر وأزرق، وبما أن الصناديق مصنفة بطريقة غير صحيحة فسيحتوي هذا الصندوق إما على حذاء أحمر أو حذاء أزرق. لنفترض أن كيرا وجدت داخل الصندوق حذاء أحمر، يمكنها الآن إزالة الملصق الأحمر عن الصندوق الخطأ ووضعه على الصندوق الصحيح. في الوقت ذاته لا يمكن أن يحتوي الصندوق المسمى بأزرق على حذاء أزرق، ولا يمكن أن يحتوي على حذاء أحمر. هذا يعني أن الصندوق الأزرق سيضم حذاء باللونين الأحمر والأزرق. والآن بقي لدى كيرا صندوق واحد يمكنها أن تضع عليه ملصقا يحمل اسم أزرق. أما إن وجدت كيرا حذاء أزرق داخل صندوق الأحمر والأزرق فيمكنها استخدام المنطق نفسه لتسمية الصناديق المتبقية. انظر إلى الطاولة، كم عدد عيدان الثقاب التي تراها؟ ها هي. أخبرنا بالوجبة الخفيفة المفضلة لديك وسنخبرك بأي نوع من الأشخاص أنت. هل لا تستطيع العيش بدون رقائق البطاطس المملحة والمقرمشة؟ غالبا ما يكون الأشخاص الذين يشاركونك شغفك هذا طموحين للغاية وناجحين في كل ما يفعلونه. يملك هؤلاء شخصية الرئيس التنفيذي، مما يجعلهم موجهين للنجاح ومنافسين وينفذ صبرهم بسرعة. يصاب هؤلاء بحالة من الجنون أحيانا عندما لا تسير الأمور وفقا لخططهم المثالية، لكن في معظم الأحيان تسير الأمور بعد ذلك كما يريدون، سواء في العمل أو في الحياة الأسرية. رقائق التورتيلا هي الوجبة الخفيفة المفضلة لجميع الأشخاص المثاليين. إذا كان هذا هو خيارك المفضل فلا بد أنك تتمتع بالانضباط الذاتي الحقيقي، أنت تخطط للحياة بأدق التفاصيل وتؤيد دائما ما هو صواب أو على الأقل ما تعتقد أنه صواب، لكن هذا لا يعني أنك أناني، بل تهتم كثيرا بالآخرين من حولك. أحضر كيسا من حبات الذرة وضعه في الميكروويف، ستبدأ الحبات بإصدار صوت فرقعة واحدة تلو الأخرى. هل يسيل لعابك لهذا المشهد؟
إذا كان الفشار هو وجبتك المفضلة حتى لو كنت خارج السينما، فلا بد أنك الروح المرحة التي تضفي الأجواء الجميلة على أي حفل. أنت لست شخصا هادئا، وعادة ما تنبعث منك طاقة إيجابية وتتقن فن إلقاء النكات المضحكة، وأنت شخص محبوب أيضا، فمن منا لا يحب المرح؟ يمكنك التعايش مع أي أحد، وبإمكانك الحفاظ على مشاعرك تحت السيطرة. هل تحب كرة الجبن؟ إن كان هذا هو خيارك الأمثل، فأنت شخص يتمتع بأخلاق رائعة، والنزاهة أكثر ما يميزك. أنت تعامل الآخرين باحترام، سواء كانوا من عائلتك أو زملائك، ولا تحكم على الناس أبداً من خلال وضعهم الاجتماعي، بل وفقاً لشخصياتهم. هل تحب الكعك المملح؟ حسناً، إذن أنت تعرف جيداً كيف تفاجئ الآخرين. سرعان ما تشعر بالملل من الروتين اليومي، وتحاول إضفاء البهارات عليه بأي طريقة ممكنة. أنت ترتدي ملابسك وتجرب أشياء جديدة، وحياتك حفلة واحدة لا نهاية لها. المشكلة الوحيدة هي أنه في بعض الأحيان قد تفرط في الالتزام. احرص على الاهتمام بمشاعرك جيداً. هل ترغب في تناول رقائق؟ إذا كانت إجابتك بي نعم دائماً، فلا بد أنك شخص متروٍ. عادة ما تكون قراراتك مبنية على المنطق بدلاً من العواطف، ويمكنك التعامل مع أكثر من مشروع في آن واحد. تراودك الكثير من الأفكار الملهمة في الوقت الذي تقضيه بمفردك. وإليك نصيحة سريعة، لا تنسى أن الرقائق مناسبة للكثير من الأطعمة كالجبن والمربى والطعام القابل للدهن ومختلف أنواع الغموس. عذراً، يبدو أني بحاجة إلى وجبة خفيفة. والآن حان وقت البسكويت. إذا كان هذا يجعلك متحمساً، فأنت شخص لطيف بلا شك، وتقدر الاستقرار. أنت صديق رائع، والحب الذي تمنحه للآخرين عن طيب خاطر يشبه إلى حد كبير رائحة البسكويت الطازج من النعومة والدفء. دائماً ما تترك انطباعاً جيداً لدى الأشخاص الجدد الذين تقابلهم. أنت لا تحب التجربة كثيراً، لذا تفضل اتباع نصيحة شخص ما بدلاً من تعلم دروس الحياة بنفسك. هل يعرف اسمك البائعون في محل الحلوى القريب منك؟ عشاق الحلوى أشخاص مرحون ويتمتعون بالذكاء وروح الدعابة. غالباً ما تكون أول من يضحك على نكاتك، ويمكن للآخرين سماع ضحكتك من بعيد، وعند سماعها لا يمكنهم مقاومة الضحك أيضاً. لا تخشى أبداً أن تأخذ زمام المبادرة وتتعلم شيئاً لمهمة أو مشروع جديد. لقد تمكنت من الحفاظ على التوازن بين العمل والأسرة. أحسن، هل يمكنك وضع علبة الحلوى هذه على الرف مرة وإحضار الشوكولاتة الداكنة؟ لابد أنك ترغب في تناول الطعام الصحي حتى عندما يتعلق الأمر بالوجبات الخفيفة الحلوة. أنت على الأرجح شخص واقعي ناضج يحب التفكير في كل شيء. أنت لا تحب التجمعات الكبيرة من الناس، وتفضل قضاء الوقت مع أقرب الناس، وأنت دائما على استعداد لمناقشة أي شيء وتثير إعجاب الآخرين بذكائك. أوه، ولن تتوقف عن التعلم أبدا، واصل طريقك. هل هناك بعض العلكة على طاولتك وفي جيبك؟ إذا كنت تستعيض عن الوجبات الخفيفة بتناول العلكة، فقد لا يكون لديك وقت للجلوس وتناول وجبة خفيفة بشكل صحيح. هذا لأنك دائما مليء بالطاقة وفي انشغال دائم، وبالطبع لست ممن يتحلون بالصبر. أنت تنهض من سريرك مليئا بالحماس، وتبقى مستيقظا لوقت متأخر ليكون لديك متسع من الوقت لإنجاز كل ما تريده. معظم محبي أكواب زبدة الفول السوداني أشخاص يتميزون بالطموح والاستقلالية. إن كنت واحدا من هؤلاء، فأنت تعرف بالضبط ما تريده من الحياة، وستفعل أي شيء للحصول عليه. قد يعتقد الناس أنك لا تهتم بالآخرين نظرا لسعيك الدائم نحو النجاح، لكنك صديق عظيم ومخلص للقلة التي تكن لها الحب والثقة. هل لا يمكنك العيش بدون تناول الحلوى الجيلاتينية الحامضة؟ أنت شخص يحب المخاطرة، ويمكنك اتخاذ قرارات جريئة، وعلى الأرجح يصفك الكثير ممن يعرفونك بأنك الشخص الأكثر إثارة. أنت تثق في حدسك، وغالبا ما تتخذ قرارات عفوية، ولا تخشى الفشل أيضا، لذا غالبا ما تجد نفسك في مواقف غريبة. هل تطبق ما تنص عليه الحميات الغذائية حرفيا، وتتناول الفاكهة عند الشعور بالجوع؟ وهل تستمتع بذلك أيضا؟ إن كان الأمر كذلك، فدعني أعبر لك عن فخري بك، حيث يشير ذلك إلى أنك شخص يحب الاهتمام بنفسه وبمن هم من حوله، سواء كانت تلك الفاكهة طازجة أم مجففة. ولعل هذا ما يفسر امتلاكك للكثير من الأصدقاء. أنت شخص إيجابي، ويمكنك دائما إسعاد المحيطين بك، ويمكنك أن تتحدث عن أي موضوع دون توقف، ويعلم الناس جيدا أن بإمكانهم الوثوق بك فيما يتعلق بأسرارهم. جميل،
إن كنت تفضل تناول الخضار عندما تشتهي وجبة خفيفة فأنا معجب بك فعلا. أنت في الواقع شخص حكيم ومتواضع وتدرك قيمتك جيدا، لكنك لا تشعر بالحاجة إلى الإعلان عنها للعالم بأسره. أنت تشعر بالراحة ببعدك عن الأضواء وتساعد الآخرين بضرور ليكونوا متألقين. شغفك الحقيقي هو التدريب وتقديم النصائح للآخرين. أنت شخص يتمتع بالاستقلال التام، لكن هذا لا يمنعك من الإبداع بسهولة ضمن الفريق. هل تحب الطعم الغريب للأعشاب البحرية المقرمشة؟ لابد أنك شخص مغامر وترى العالم كمحارة، فتشعر بالراحة في غرفة المعيشة وعلى الشاطئ وفي المكتبة وفي الحفل الصاخب. أنت تجيد الإصغاء إلى الآخرين وتهتم بمشاعرهم، لكن في بعض الأحيان يبدو أنه ليس لديك الكثير لتفعله، وسبب هذا أنك تقضي وقتا طويلا في التفكير في الحياة. إن كنت ممن يختارون كعك الأرز كوجبة خفيفة فأنت تحترم التقاليد، ولكن لا تمانع في إجراء بعض التغييرات هنا وهناك. يناسب كعك الأرز الكثير من الأشياء، وينطبق الشيء نفسه على العديد من المواقف في الحياة. أنت تتكيف مع أي شيء بسرعة وتحاول أن تكون في موضع الحياد في أي نزاع، لكن قد يعتقد البعض أنك شخص بسيط لمجرد أنهم لا يعرفونك جيدا، لكن بمجرد أن يفعلوا ذلك يدركون أنك مرح وممتع. وإليكم الآن مكافأة لجميع عشاق الوجبات الخفيفة، أجيبوا عن بعض الأسئلة بنعم أو لا وسأخبركم ببعض الحقائق عن أنفسكم. هل تتناول أكثر من كيس أو علبة من الطعام المفضل لديك في كل مرة؟ هل تستبدل الوجبة الرئيسية بالوجبات الخفيفة في كثير من الأحيان؟ هل ترفض دائما عندما يطلب منك أحدهم مشاركته وجبتك الخفيفة؟ هل لديكم عادة استعارة الوجبات الخفيفة من أشخاص آخرين؟ هل غالبا ما تتناول وجبة خفيفة في الليل؟ إذا أجبت نعم على 3 أسئلة أو أكثر فتهانينا لك، يمكنك أن تسمي نفسك بعاشق الوجبات الخفيفة. أحضر علبة من رقائق البطاطس للإحتفال.